هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها. وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي حأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة. في هذا السياق يعني دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرة الخارجية حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. ويتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي تحدي من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال 70-80 سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا، وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد ان هذا الامر محتاج ان احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات. ونقدر ان هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب اجندة العمل متعدد الاطراف ويضمن عدالته واستدامته اضافة الى معالجة التحديات ذات الصلة.